باش يستخ مش تورى من نهار توجدي مش تورى من نهار توجدي بنيسي ديال الجبل المركز ديال المركز طوال كل سنه تاجي نتورى السوق يازم باش تورى المعامله تورى الخدمه في القسطاس ذنيتي تورى السوق يازم نتمنى ان شاء الله السوق غادي يازم غازات باش غاز السوق يمس بريدان ديو ذاني جان مره دي دي بنيسي ديال الروطا غادي أصغن غار ما السوق غايرين السوق مثالي لان السوق اول السوق في المنطقه النظر ديال الريف في المنطقه نهار الريف اول السوق طول وين كيدير عهد الاستعمار ولهذا مشت ولا مخو مش نتوارى بقى نقرغ ذي ثماث المجاهدين ذي ثماث ني مجاهدن مش نتوارى من السوق خيبر من غير قوث نتوارى نهارا نتوارى يعمر الطس يعمر سيوذان ذي الخوضة ذي سوينات نتمنى ان شاء الله غزات ديري شن شنو نغني مش تورا سما باش هذه عظمة تبدي وذان تسوق نزيد تغي موت خند غازي كون مشان شك تغي كور ما تقدر الإشارة ذي فيديو بأنه خاص خاص مشينا السوق مشينا مش تعوض جدي ثناغ درش في ظنط وتعوض نخاس تغي السوق يتعمار التاسط وأول السوق ذي المنطقة نهار الريف رخو نهارا مش تورا السوق إخوة السخوان لان المدنبين يجد المدنبين هي المنتخبين واخدم من شاه لان المنتخبين مش نتوارى واخدم من شاه مش نتوارى الرئيس جماعه بني سيدان يفشل المهمة ويخدم بهذه المنطقة لأن أنت واجب الإبن ممشان وهذا بو يزدو إلا بعث الرئيس الجماعة يزدو في المنطقة إلا كيتحس فاكيت لأن الرئيس الجماعة أنت ماني يزدغ الرئيس أنا ماني يزدغ كوينث يزدغ بجزقان بجزغنغ لي جعدة لي جعدة بجزغنغ إوا المهم نتمنى ثواني تسير هذا بدنا كنيش فوسك بفوس باش هذا نتمنى إن شاء الله أدحيان السوق من جد إن شاء الله زدو ذا المارة سويت ما ذيت ما يجن مارة كذي المنطقة بني سيدان نتمنى كش نفوس بفوس هذا معاون هذا معاون كيف ما تسير هذا معاون كيف ذا يجن المدير سحب تهريب المعيشة يوضن ويظهر المارة ونتمنى زي الرئيس الجماعة هذا المنتخب من سيكي سيجان هذا قلنا هذا عاونني وذان لأن الخون هارا خلق الحجر الصحي خفنسن أرضي وذل الانتخابات هذا بدأنا تفنغ بارا هذا بدأنا تفنغ بارا غدا عزون خي وذان سقاق بالخطودرين لأن يوذان حواجن تنهار إذن حواجن دي الحجر الصحية ذي المارة ضايا ذو وذن حواجن يوذان وجبور ذي بشكل فجسنا وان شوية الخوفاف شوية توغي شوية توغي وابش ذي يوذان ذي اسنك شنية لأن قد يوذان مش توريغ نشي المنطقة يا منطقة أفقار منطقة الهشاشة لأن منطقة صدغني وذن مساكن بجنة وقعنا موج من دمان وقعنا مجين دمان ولهذا لان مش نسقسي وذن الخوعاد رئيس جماعه بني سيدة الجبل لان فاشل في المهمه انت لان فاشل وزما يخدم وزما يخدم اجي نحاش النغني عاود مين يتقع غادي ما تكتشفت بانه يتسرب الوثائق الرسميه من مجلس قانون الجماعه زيد مش تورم الوثائق اللي دي سربن نزلت نتغار بعض المواقع دي فيسبوك لان هذا علاش تحمل المسؤوليه لان ان شاء الله تعذ كورونا يا لان قد نيو فيزاف عن الدعوث لا محكمه اداريه لا غاوينات لان ذات جن امر خطير باش انت تتسرب جن وثائق اداريه جن وثائق مويه تسرب انت سوي غاوينات أنت شيء يربع مني وذان واجبوا ذي الإدارة أنا واجبوا بلاد لأن مسألة خطيرة لأن إن شاء الله أواني الوزراء إن شاء الله أتي لي من الشتاء إن شاء الله ضد الرئيس جماعة بني سيدة الجبل كشخص لأنه باش يسرب وثائق إدارية لوثائق شخصية أن يسرب ثنيوي غايش من شان مغنية لأن أمر خطير لمنايا بودي غادي يسرب شان حاجة نون بودي يسرب الأسرع عن الدولة بودي يسرب لأن غادي يتعامل كأناس أجنبيين لان تعملك اناس اجنبيين تعملك اناس برانيين لان تنتج مساله خطيره جدا تنتج ونشكي على شرط التسلسل اللي سوق جديد ومولي مولد مش زريح في المواقع مره ديو ذاني غادي يوضب مره ديو ذاني غادي يعاون غالقفه ديو ذاني التمثيل ذاوني غاتعاونك لان نشكي على شرط التسلسل نشكي كاعلاميين في المنطقه بني شيكار كجمعويين نشكي على شرط الشكر في مقران المعامله غيتعاملت اتي وذاني جند المنطقه لان منطقه هشاشه لان منطقه هذا الفقر الدس ونشكر اجي نحشت انه نخصش ذكا عزيزه اخويا ظلم القناه من بعده واش تفهمت بانه نشكا نذكر الاخوان المواطنين دي بني سيدة الجبل بانه يسبق خاصني 10 المنتخبين دي بني سيدة الجبل صوتا خرج المقترح باش هذيك سنه 8 يبريد المسالك الطرقيه صغينا سكات كات من الرفاهيه يا الرئيس واخدم واستحق حتى
باش كليت خشبيه دراجه خشبيه من غاديين يشكليو يعني منيش غايني استقلي لان ثاني امر خطير جدا باش تكسب 8 سكيش ممشان غادي تحول الغاجل الطوموبيل للرفاهيه لان تسمج ايوا تعيش ندير العطش ضد التهميش ضد العوزي لان تنيش الدلاله ثاني خص الرئيس الجماعه غادي يري هذه لك يوذان غادي يعذر بريدان غادي يعذر وين لان باش نتوالى نشري بريدان قرعان يوذا تعيش ندير الهشاشه غدوينا لان الرئيس الجماعه فشل في المهمه نسوا يخدموا المنطقه لان يفشل في المهمه وغتبو الغير اخر المنطقه وتجبو الوطن ووايت سلحيقه لان الرئيس الجماعه وني ويتحب المواطن الناس ويتحب بوينا الناس لان هذه مساله خطيره جدا سي سقلي ايوا المهم باش هاد السنه يوضان وها 10 المنتخبين معروفين سي اسمه ونسن وتصوان سن قيس بقان غنكي هاد الشين وشكرا لكم والى اللقاء شكرا سي سقلي